بالتعاون مع وزارتي الصحة والاتصال، احتضنت دار الصحافة طهر جاوت بالعاصمة أكبر حملة للتلقيح ضد كوفيد-19، وهذا لفائدة الصحفيين ومهني قطاع الإعلام، بالإضافة إلى مصالح الحماية المدنية. C'est une initiative très très importante à plusieurs titres. D'abord, ça permet de faciliter la vaccination pour les journalistes qui ont un emploi du temps, un agenda très chargé et n'ont pas le temps de partir dans les centres de soins faire une longue chaîne. Thanien, il y a ce qu'on appelle l'image. Un journaliste, sa mission première, c'est d'apporter l'information à la société. Donc, en faisant ce geste de se vacciner, non seulement il se protège et protège sa famille, donc la campagne, c'est une campagne nationale de vaccination et on travaille en collaboration avec la santé et on les assiste au Kamel pour le Bashir al-Hassan. Oui, les gens avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Kamel, les gens quand très fâchés. Mais donc, alhamdoulilah, المبادرة جاءت بعدما نال فيروس كورونا من الأسرة الإعلامية والتي تتبوأ الصفوف الأولى في رصد الوضعية الوبائية منذ تفشيها بالجزائر. اليوم رانا بصدد تلقيح ما يقارب أكثر من 3500 موظف تابع للصحافة الوطنية. اليوم رانا بمساعدة لا بروتيكسيون سيفيل والأطباء بالنسبة للمؤسسة العمومية الصحة الجوارية وكذلك بالنسبة للبروتيكسيون سيفيل حتى نقوم بتلقيح جميع الموظفين هذو خلال المرحلة هذه اللي تتردو من مرحلة أكلتية باش نقعدوا توجور في إطار سياسة التلقيح في الميليو دو ترافاي. احنا رانا فرحانين لأنه الناس رانا نشوفوا فيهم بداو يعني حقيقة يستوعبوا الخطر وفهموا باللي لازم عملية تلقيح تكون كاينة. الحمد لله يعني الإقبال كبير والناس أولا لازم تقنعهم باللي وش هي عملية التلقيح هذه، لازم تقنعهم باللي الفاكسين هذا مليح وراح يحميهم وراح يحظيهم وبالتالي يحظي العائلة تاعهم وأحبابهم وأقاربهم. وبهذا تتواصل عملية التلقيح لتمس بذلك مختلف شرائح المجتمع في انتظار أن تمس أكبر عدد من المواطنين لكسب مناعة قوية ضد فيروس غير مرئي عمر طويلا بيننا ولا يمكن دحره إلا باللقاح المضاد والتدابير الوقاية.